لأول مرة منذ 3 سنوات تعود الحفلات الفنية إلى مدينة بنغازي من جديد بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على المدينة وتحرير أغلب المناطق بها من الجماعات المتطرفة، حيث أقيم حفل فني بمناسبة عيد الأم شهد إقبالا من العائلات من مختلف الأعمار في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها بنغازي. مع انخفاض وتيرة الحرب عادت الحياة اليومية لمدينة بنغازي وعادت معها أجواء الاحتفالات، فبعد توقف الحفلات الغنائية لما يقرب من 3 سنوات بسبب فرض الجماعات المتطرفة سطوتها على كل مظاهر الحياة في المدينة، عادت من جديد ضمن احتفالات عيد الأم بعد انتصارات الجيش الليبي وإنهاء سطوة تلك الجماعات. أول حاجة نعيدها لأمي طبعا، وما شاء الله يعني بنغازي بدأت ترد كيف قبل بفضل الجيش. حيكون الفترة الجاية هذه كلها احتفالات، يعني بنبين صورة للعالم ان بنغازي ما هيش منكوبة كيف ما يقولوا، والجو هذا لا، بنغازي احتفالات وجونا تمام وما شاء الله يعني جو. والله الوضع كان مش حنقول لك مزري، ولكن كارثي كارثي ومزري جدا. يعني ما كناش حفلات كيف هذينا ما كناش نطلعوا فين، يعني كان صعب 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 جدا. بس تو يعني الحمد لله ردت الحياة من جديد، حيكون فيه حفلات اكثر واكثر واكثر، وحنطلع بنغازي كيف ما تعودنا عليها، مدينه الثقافه. يعني بنغازي معروفه في ليبيا مدينه الثقافه. كما شهدت الحفله اقبال العائلات المتعطشه للحفلات الفنيه والثقافيه بمختلف الاعمار، وجهوا فيها التحيه لامهات الشهداء الذين ضحوا بارواحهم فداء التراب الليبي. اكيد اول رساله حنوجهها لامهات الشهداء، يعني ان بنقول لنا كل ابناء بنغازي ابناء كان، صح فقدت ابناء كان، لكن عندك يعني ابناء، كل ابناء بنغازي يعتبران ابناء كان، وانت يعني ترفع عن الروس. لولا الدماء اللي قدموها ابناء كان ما كناش اليوم نحتفلوا، ولا كنا رجعنا لمساكننا، ولا كنا يعني استقرت بنغازي وبدات تتنفس من جديد. بعد ما يقرب من 3 سنوات من الظلام حاولت فيها الجماعات الإرهابية أن تفرض على مدينة بنغازي صوب الحزن، ها هي مدينة بنغازي تعود من جديد لصوب الفرح بالتزامن مع انتصارات الجيش الليبي بتحرير تلك المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية. بكر الشراوي، بنغازي، أول لايف.